السلام عليكم اخواتي ورحمه الله تعالى وبركاته. نهار جديد، فيديو جديد، منكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم، غدا نحضر معكم هذه البسيطلات مالحين بالدجاج واللوز. كيف ما كتشوفوا الطريقه سهله وكتحضرين في واحد الوقت اللي هو قصير بزاف، ما كيشدوش الوقت، في نفس الوقت كيحمروا الوجه وكيجيو جد رائعين. ندوزوا للطريقه والمقادير. عندي هنا واحد الدجاجه اللي هي كامله بالفخاد ديالها بكل شيء ليها، وهنا عندي واحد الكيلو ديال البصله اللي شلطته بالطريقه. وغادي نخدم انا البنات بهذه الورقه، هذه راها موجوده هنايا في ايطاليا وفيها 40 ورقه وفيها نص كيلو ديال الوزن. كنحتاج الزيت ممجوج ما بين البلديه والروميه، الزعفران او دم الزعفران، الثومه، القزبر والمعدنوس، الملحه والتوابل. كيف ما كنعرفوا عندي هنا الابزار، خرقوم، سكينجبير والقرفه، وعندي السمن الحار. كيف ما كتشوفوا دابا غادي ندوزو باش غادي نتبلو هذا الدجاج هذا وباش غادي نطيبو الحشوه. هنا عندي هاد طنجره الضغط او الكوكوط، وضعت البصله هي الاولى، وغادي نوضع فيها هذاك الدجاج اللي غادي نخليها طيب عير في داك الماء اللي غادي تطلق لينا البصله، ما غاديش نوضع فيها الماء نهائيا. كتجينا الحشوه بنينه وكتجي في نفس الوقت خاطره باش غنبغيو نعقدوا ديك البصله. غنوضع واحد الثومه كيف ما قلت لكم بشارطه، 4 فصوص ديال الثومه، ووضعت واحد الكميه ديال القزبر والمعدنوس، واللي ما تبقى غادي نديرو في الاخير. غندير واحد المعلقه ديال الملحه، ما غاديش كثر الملحه لان عندي الضامه مالحه وعندي السمن مالح. غادي نوضع واحد المعلقه ديال الابزار، معلقه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال السكينجبير. القرفه غادي نحتفظ بها حتى كنوضعها مع اللوز. هنا غادي نوضع ديك الضامه الزعفران، اللي عنده الزعفران شعره من الاحسن، انا ما متوفرش عندي. وغادي نوضع واحد المعلقه حتى ديال السمن. وكيف ما قلت لكم الزيت عندي ممزوج ما بين البلدي والرومي، اللي غادي نوضع تقريبا واحد 4 المعالق او 5 كونوا كبار. صافي غادي نتبل الدجاج ديالي مزيان حتى كتدخل فيه ديك القامه والبصله، وغادي نحطه على النار حتى كتطلق لينا ديك البصيله الماء وكيتشحر. هنا بنتي راه كتصايب في الباب كيك، وغادي نخليه يتشحر مزيان حتى كيطلق داك الماء، وغادي نسد عليه. هنا عندي اللوز البنات، عندي واحد 800 غرام ديال اللوز اللي انا مقلي ما فسختهاش وقليتها، غير حمرته في الفران وصافي. غادي تجينا فيه ديك القرمشه وغنخليه بالقشره ديالو. هنا وضعت واحد الكميه في الطحانه، ووضعت واحد 4 المعالق ديال السكر، والسكر كيبقى اختياري، اللي بغاه محلوين يكثر، اللي بغاهم يجيو مالحين يقلل. صافي هنايا طحنت هذاك كيف ما كتشوفوا كيجي هكا، انا بغيته هكا مقرمش مهرمش، ما بغيتوش يكون مطحون مزيان. صافي غادي نستمر. غادي نوضع واحد الرشه ديال القرفه، كيف ما قلت لكم ما وضعتهاش في الدجاج، وضعتها مع اللوز. صافي غادي نستمر، غادي ندير الكميه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه. غادي نوضع فيها السكر واحد 2 معالق، ما غاديش نكثر كيف ما قلت لكم انا فيها السكر باش ما تجينيش حلوه بزاف. واحد الرشه ديال القرفه حتى في الطحنه الثانيه. صافي وغادي نطحن ما تبقى من اللوز. هنا في هذا الاثناء راه سديت على الكوكوط، خليتها كطيب حتى توجد ليا كيف ما كتشوفوا. هنا راه باقي فيها لاصوص، غنحيد الدجاج راه طاب وجد عندي، وغادي نرجع الكوكوط فوق البوطه حتى كتغمر ليا ديك البصله. وعاد غادي نمشي باش نضيف ليها البيض. عفوا انا ما ذكرتوش البنات في المقادير، واحد 6 البيضات. صافي غادي نحطو كيف ما قلت لكم فوق البوطه، ونرجع معكم 6 البيضات. غادي نديرهم في هذا الاناء باش نشوف لا تكون شي وحده خاسره اولا شي حاجه، ما نديرهمش ديريكتومو. صافي هنايا غادي كيف ما قلت لكم وضعت هذاك البيض، وغادي نمشي باش غادي نوضعو فوق البصيله اللي راها تشحرات. هنا عندي الدجاج صافي راه ملي بدا كيبرد غادي نفتو، وغادي نحاول ما امكن انني نقيه من العظام. صافي غادي نحطو على جنب، وغادي نمشي لديك البصيله، غادي نبقى نخلط فيها حتى كتوكح مزيان. وصافي وكنبدا نضيف داك البيض تدريجي وانا كنخلط حتى كتندمج ليا البصيله مع داك البيض وكتنشف ليا نهائيا من الماء. بغينا الحشوه تكون ناشفه من الماء، ما يكونش فيها الماء باش ما تخسرش لينا الورقه. صافي غدا نستمر على هذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا راه بدات كتنشف، او بامكانكم تصفيوها من بعد ما تطيبوها وتوجد باش تسقطر من هذاك الماء.
كيف ما كتشوفوا معايا راه نشفات ومازال غادي تنشف ملي غادا تبرد. هنا الدجاج رانا فتتته ووجدته، غادي نحتاج كيف ما قلت لكم البصيله اللي شحرتيه والبيض، وعندي الدجاج وعندي اللوز اللي هو هرمشته وضعت فيه القرفه، وهنايا عندي الزبده باش غادي نجمع هاد البصيطلات هادو والورقه. راها موجوده عند الجزار البنات وكتباع حتى عند الشينوا، راها رخيصه ما غالياش، تقريبا كدير شي 3 اورو، فيها نص كيلو وزوينه في الخدمه ديالها، كتجي زوينه لا في بريوات لا في البسيطلات لا في كل شيء، صراحه عمليه ما كتقطع حتى شي حاجه، كتخدمي بها وانتي مرتاحه. كندهنها هكا بشويه الزبده وكنجيب هذا الاطار باش غادي نقاد الفورمه ديال هاد البسيطلات هادو باش يجيوني قد قد ويجيو زويونين. هنايا غادي نوضع الحشوه اللي وضعت ديال البصله مع البيض، ونضيع واحد الكميه ديال الدجاج، وكتبقى اختياري، بغيتوه كبير بغيتوه معامرين بزاف بغيتوه شويه. هنا وضعت اللوز كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول نضغط عليه باش يشد الفورمه ديال البسيطلات هكا يبات الشكل، وما غادي ندهن لا بيض لا حتى شي حاجه، غير فقط بالزبده، وانا كندهن وانا كنجمعها مزيان هكا. غادي نوضع فيها انا جوج الوريقات باش تجيني متوازنه في الورقه، حقاش لتحت جاتنا الورقه كثيره والفوق غتجي رقيقه كيف ما كيبان لكم، راه كتبان من الحشوه، لهذا غادي نضوب ليها الورقه، غدا نضوب ليها الورقه، غندير ليها نفس العمليه، ولكن ملي كنجيو نحطوها كنديروا التحتانيه هي اللي كنا دايرين الفوق هي اللي كنديروها لتحت، واللي كنا دايرين لتحت هي اللي كنديروها الفوق، باش تجينا الورقه مجموعه كيف من الفوق كيف من التحت. هنايا راه ما كتجيش معجنه، ما كتجيش كتجي مقرمشه وكتجي غزاله غزاله هاد الورقه هذه. صافي، وانا كندهن هكا حتى كنجمعها مزيان، صافي، وكنعاود ندهنها كيف ما قلت لكم بالزبيده باش تجينا مقرمشه. صافي، وكنحصلوا على بسيطلات هكا، كنجيب واحد الصينيه ديال الفرن وكنبقى نصايب ونحط فيها حتى كنوجدهم كاملين. راه عطاتني واحد الكميه كثيره، تقريبا واحد 19 حبه اللي عطاتني. غنعاود معكم وحده البنات، صافي، على نفس القضيه غدا ندهنها وغدا نحطها في المول. المول كيبقى اختياري، بغيتو تكبروهم بغيتو تصغروهم على حسب. هنايا كيف ما كتشوفوا وضعت الحشوه ووضعت عاوتاني الدجاج، وغادي نوضع اللوز، وغادي نحاول نضغط مزيان باش تجيني متوله وتجيني مجموعه. صافي، وغادي ندير ليها نفس العمليه، وبامكانكم ديروهم مربعين بامكانكم ديروهم سيجار على حسب، مهم انا بغيت نديرهم هكايا بسيطلات دايرين بلديين. صراحه ديما كان الحاجه اللي كتكون بلديه كتكون زوينه. صافي، غادي ندير نفس العمليه كيف ما قلت لكم، كندير هذيك من التحت وكندير اللي ما فيهاش الورقه بزاف من الفوق، باش ملي غنجي نجمع عليها الورقه غتجيني متوازنه كيف الفوق كيف التحت. صافي، كيف ما كتشوفوا غنجيب الاطار وغنحاول نخشيها عود ونعاود نضغط عليها باش تشد الفورمه باش يجيوني نفس القياس كيف ما كتشوفوا. وكان هذا هو اللاطة ديالي اللي صايبت فيها بحال هادو تسعود، وبقاو عندي كمية اخرى مازال غدا نعمرهم، هادو غادي ندخلهم نطيبهم، واللي ما تبقى ديروه في المجمد، كل وحدة تلويو عليها بلاستيك غذائي وديروها في المجمد. من بعد ما طابت ليا درت على الحرارة متوسطة الفوق والتحت، ودرت اللاطه في الوسط وبقيت مقابلهم، ما تغفلوش عليهم حتى تحمروا، حصلنا على هذا اللون الجميل ديالهم. ودهنتهم انا هنايا بالعسل، وغادي نزوقهم باللوز كونكاسي، والتزيين يبقى اختياري، ممكن تزينهم بالسكر كلاصي والقرفه، ممكن ديروا لهم اللوز، ممكن باش ما بغيتوا زينوهم، مهم انا دهنتهم بالعسل ودرت ليهم الكونكاسي هكا من الفوق. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. طريقه راه سهله ومبسطه، وصراحه كتعطي واحد الكميه اللي زوينه اللي غادي تطيبي منها العائله ديالك او الضيوف ديالك، واللي ما تبقى ديريه في المجمد حتى وكانت تحتاجيه، وتجبديه ديريكتوم وتجبديه من الفريغو او من الثلاجه، ديريه في الفرن ما تخليهوش تطلق،
باش ما ترطابش لكم. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي حصلت عليها، صراحه اللي جات غزاله وجات زوينه ومقرمشه، والبنه ما نعاودش لكم كيفاش جات. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تكومونطيو لينا على الفيديو واللايك والاشتراك اللي ما مشتركش باش يوصلك كل جديد. وفي امان الله، والسلام عليكم.